أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جيشتنا أوشونك كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصله. لمد بيتدا ابن مالك بحثي او ما بودا كاكا بيشتر كفرموي سببي رئيسي هو كاري سركي بو مبني بوني اسم شباهتيكي شباهت بوني تي بحرف وكا شباهتك مدنيبة واتا ابو شباهتا اسم لحرف نزيق وكو وليرا دابو ما بحزكا كنوع شباهتي اسم بحرف وا يق نوع نيا بل كتن نوعا كلم دو بيتدا شوار صورتي فرموا لدرسي بيشودا بحسي او شعر كان من توزك تفسير وتوجيهي كي مختصر كرت استي او كماتو ركبتي نسر شرحكي شارح ودرجاتي عالي بفرمه كالشبه الوضعي لو انا كاسم نزيك دبيتا ولا حرف بوهي او شبهته وكهيتي وكو شبهتي وضعي زور باش شبهتي وضعي تونا بان يكون الاسم موضوعا على حرف واحد او حرفين كما هو الاصل في وضع الحرف بأكثر كدتشيتا سر أن أني ناصبة دقيقا نو أجنقشي تفسيري بيش خوي هي أفرمي شبعتي وضعي وكو شبعتي وضعي شو أنا شبعتي وضعي بأن يكون الاسم موضوعا بوك اسمك دان درابي لسر حرفك يا دو حرف دان درابي واتساختارو ساختماني كلمك كاسمه يك حرفي بي يا دو حرفي بي ساختو معنى كي يك حرفي بي يا دو حرفي بي هر وكو أصل لا ساختارو ساختماني حرفكان دا تك حرفي بونو دو حرفي بونا أجريج اسم هر بوجورا تك حرفي بو يا دو حرفي بو علين لساختارو شكلا شباهتي بحرف وهي بو چونك بشي هر يزور وصورتي أصلي لساختاري حرفان دا أوي تك حرفي بن يا دو حرفي بن وكو ليرا دا فرمي كما في اسمي جئتنا كوهما التاء ونا ألبا من أوم بيسيرك الشارح دا فرمي وهما التاء ونا چونك واقعا لما سبي صحيحة أو اشتقابل قبولية يسيبال النا بشكل ظاهري دو دانا حرفة بلان لا أصلا أي حرفة بلان بهر حال بابلين دو حرفة قيناك دو اسمي جئتنا تاك يوناك تاك فاعلة ناك مفعولة حدو كيان مبني إعراب كان محلية بچ دليل بدليل أو شكل كان وكو شكل حرف دتي يسي تاك حرفية حرف شمان هي وكو واي عطف قربان ب حرف جر لام حرف جر كافي حرف جر خو لا زور نوانا كتبي برسان كداني كدوني لا قاعدة زور مثلا زور تشاك لولا شونا أجر دو حرفي ببدو حرفي دينين قربان ومن أو في أو عن أو مز إت زور ولا خو أو أن أو إن او ما ايش زورن لا قلا زورن اجبني برس يمكن بلا قولي صحيح لمساله زميلي متكلم مع الغير ده او يا كنوني مفتوحه زميله بلا بدليل او شباهتي لفظي لبي بنوني جمع مؤنثه لبر خاطري او ديانا ام الفان زياد كيلو لدوانه كالف كب نوعك فارقه لبين نوني جمع مؤنث نوني متكلمي مع الغير أصلك أو رأيي يتنازع من الشارح بو آوه هنا يتنازع بحر حال
ونحو يد يد ودم أصله ثلاثة ونحو أو جواب اعتراضك اعتراضك أو تودلي هر اسمك دو حرفي بياتك حرفي بيت شبهاتي دبي بحرفه بو لو سروا مبني دبي دي سيد من هي دم من هي دو حرفين كشي معربيش دفر منا وأصل كانت الناس حرفية وقت لام الفعل حذف ذكري بهر حال عين الفعل لست جاي لام الفعل يا رابك قرار بو اسم بي لسر لام الفعل بي أشتا سجوي سر عين الفعل أما شبهتي أول وكالشبه المعنوي بأن يكون الاسم متضمنا معنى من معاني الحروف سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا صورتي دوام كاسم شبهتي لبي بحرف وأفرمي شبهك شبهتي معنوي شبهتي معنوي أفرمي بجورك اسم لخوي قرتبه اسمك لخوي قرتبه معنايك لمعنى كان حروف معناك لمعنى كان حروفي لخوي قرتبه جا بم 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 وصفة بم توضيحة فرقناك بو أو معنى حرفك موجود ببيان بيت بو أو معناك اسم وكو معنى حرفه لخوي قرتبه حرفك ببي موجود اس الان يا نبي فرقنا كوبيرنتي شبهاتي معنى بس هر اسمك لمعنى ده معنى حرفي بو وتم معناه كيبو او معناه لاصل لا حرفه ا ابو رجايا اسم بيدبتشي بيدبته مبني خلاصه كلام ابن مالك رحمه الله خب هرحال دو مثال ما بودنته فالاول كما في متى اگر معنا كان موجود به لبرد صاحبت وكوتي وكل متى ده فانها متى اسم وبنيت زرتك اسم مبني بو بو لتضمنها معنى ان الشرطيه او همزه الاستفهام متى باسم الشرط هاتو باستفهام هاتو لهر لا كانت وديني قراري دي هر مبني بو چونك تشي استفهام الشرط به لمعنى استفهام شرط كذا حرف هي معنى حرف هي اگر شرط به او معنى اني شرط يجتو اگر متى متى استفهام به معنى همزه يجتو پس بم دليل و بم رجايا دبيني ام اسم مبني دبي او معنى كي لخو جرتبو معنى كي بو او اسمك او معنى عملا معنى بو موجود ولا برد الصابو بلان والثاني ايدو هم اها ايدو هم يعني معناه حرف اللي خوك تبع اسمك بلا موجود نمان بي او معناه او يعني عفو معناه كما هي او اسم معناه كي لخوك تبع كمعناه حرفة بلا او حرفك اسمك معناه او حرف اللي خوك تبع او حرفة مع حال حاضر موجود نبيت وكوتي كما في هنا زرت شك فانها هنا اسم وبنيت اسم مبني جبوه بو لتضمنها لبلوي لخوك تبع معنى الإشارة الذي معناه إشاريك وها كان من حقه أن يوضع له حرف كحقي أو كان من حقه هي حقه بإشارة ناسيته بو معنى إشارة ستوا كحقي أو معنى إشارة أو دابندر له بو معنى إشارة حرفك دابندر بلان خبار خالني يستي جاء استي لخزمتنا عرس كم هنا مبنية بو تنك معنى إشارة ده زود شك أم معنايا كمعنى إشارة عرب حرفك يان بودانا ناوا بو أو معنى إشارة بلام إشارة لو معانيانيا كحق وابو بحرف أدابك لي بو تشونك وكو خطاب وايكوا كافي كابيلان كافي خطاب ويدان دراوا بو خوش إذا فرمي شارح لأنه كالخطابي كحقي او مع او معنى اشاره او بو حرفك بدا من بوتك لانه كالخطاب وكتي وكو خطاب الخطاب تي ارزي زنا بدك دقه فدم اشاره تي وخطاب تي دو مطلبي وردن كم تروايه وكو ناساندن هم اشاره بناسندري هم خطاب بناسندري كدلن كافي ذلك كافي خطاب خطاب يعني تي كدلان زابو إشارة إشارة يعني چي أم دوشته إشارة أو نسبتا أو شتا كلبيني أو آغايا كإشارة دكاو
او شتاك اشاري بودك لي مشير ومشار اليه او نسبته او شتاك لبيني او اغاده كمشير واشاره كادات ولبيني اواك او شتاك ومشار اليها او اشتري بيني ام دوانا داك هي او نسبته او ارتباطك هي في الاشاره او اشاره بس اشتك لوال بيني مشير ومشار اليه دا ببه بودلنتي بودلن اشاره خطاب نسبتك لبيني مخاطب ومخاطب دا او اشتك لبيني منك مخاطب مخطابك اكم ولا بيني طرفك من ذاك مخاطبك او اشتي لبين من ده خطاب اويا واو اشتج لبيني مشير ومشار اليه ده هيا او اشتي بيرنسي بيرن الاشاره مطلب مطلبك يورد ان شاء الله ولي بكره باذن الاخوه وانما اعرب ثاني وتاني لان شبه الحرف اعرضه ما يقتضي الاعراب وهو التثنيه التي من هي من خصائص الاسماء وإنما أعرب دقيقا جواب أبو اعتراضي دوبار اعتراضي كا سرد هل ديني اعتراضك اعتراضك آوايا دي باشا طرف دالي زورتش كتوكتر اسم إشارة معنى حرفي لخو قرتوا حرشن دا أو حرفي كا اسم شباهتي بيويتي لمعنى دا كا حرفي إشارة بيت موجود ني معنى بلا خو بارحال معنى حرفه اسم إشارة معنى حرفي لخو قرتوا دي وهما نزاني وتاني معرب دي لحالك شا وكو دبيني معنى إشارة شان لخو قلتو دي تونا معرب وده بي مبني بن شونك لجهتي معنى وشبعتي هي بتيه بحرفه دي تونا مبنينين معرب ده فرمي بويا إعراب دلا وبزاني وبتاني بدأ بمدليله لأن شبه الحرفي آه ها عارضه ما يقتضي الإعراب دل بلى شباهتك موجودة شباهتي حرف يعني أو كأم إسمانا زاني تاني معناي حرف ينتدى كإشارة بلان على عارضه أو شبه حرفك هيا معارزي أو شبه حرفك هي عارضه بشبه الحرف دسيتوا ما أبيتها فعل عارضة هيك مفعولكيتي عارضه دلتشون كشباهتي اسم بحرف وا لم زاني وتاني دا كشباهتي معنوية مخالفة او شباهتة دا كاشتك كداخوازي اعرابة كاعرابي دا ايوش كتشيا او كاعرابي دا تسنية كا كلوي جاقي من لوي جاقي هاو تايبت من دي اسماني معربة شون كاسمي اسمي مبني لواقع دا معرب ناب عفو اسم مبني تسنية ناخوة أو إيكا تسنية ناخوة لوقت اسم معربة دي لبدا وزاني تاني دير دا لواقع دا شتيك ينتي دا كمقتزع رابيش كتسنية كتسنية طبيعة جزئي تايبت من دي هاي أسماء تيا أسماء معربة البتا بابي جيني لو موصولات أقصي حقا وزاني تانيش مبني معربين وإن شاء الله بابي جيني لو دا بحثي يكين يعني جا أختا كبرين معرب علين مخالفه شبهه حرف كذا كاوانه كامانه لواقده تصنيه كتصنيه تابت من دي اسم معربه دخوناك لهم زمان اسمك هم مبني بها معربه دخوناك له فز معربه كقيتلو دبيتا معرب بلا اجر بولاي كبرين كواقعا زاني ثاني لسر شكل معرب انا معربين اي يترو الى لا كندا واقعا دروزنا بوتشون غير مبنيه باش شبهه كان تواكن چونك ضرورية أو شبهتان توابكلي وكالشبه الاستعمالي بأن يلزم طريقة من طرائق الحروف كنيابة له عن الفعل في العمل بلا حصول تأثر فيه بعامل كما في أسماء الأفعال فإنها عاملة غير معمولة على الأرجح قربان دفرمي ياوكو شبهاتي استعمالي شبهاتي اسلامي شبهاتي استعمالي شبهاتي استعمالي تيا على بو جوريكا و لخو بقريت اها لازمي او اسم بيت ريقيق لرقا كان حروف يعني او اسم برقيق دا عبور بكاك او رقا لواقع دا رقا حرفة ورقا اسمية
وكو كنيابة له عن الفعل، وكو نيابة نائب له بو اسم لبري فعل لتدا في العمل اللي عملته بلا حصول تأثر فيه بعامل ببي حاصل بوني هجنة وتأثيرك فيه لو اسم دابتي بعامل جا تلفزن تلا محلا لمحل ده كما في اسماء الافعال. اسماء الافعال ده فرمن فانها عامله غير معموله عن الرجحي. اسماء الافعال مبنين بو مبنين چونك عاملها اما معمول بنا بقولتي بقولي ارجح. فاز اسماء الافعال مبنين وجه شباهتك كتيان دا او امانه شبيه بحروف نواسخ واعتبر حرف مشبهه بالفعل بو چونك معاني او حرف انا وكو معاني فعل و لعين حرجه مثلا انه ان حققت كان شبهت امانه تاخذ له مشخصه ديله قال اوجد امانه عامل هن عملي فعل لكن بلا لواقع ده وچونك هم مرفوع ده هم منصوب لكن بلا لواقع ده هج عاملك تاثير للفظ يعني ده دانانيت دي اسماء الافعالش دقيقا هر بوجره لجي فعل دانشتون كاريان كاري فعل وكو انو اخواتنا لجي فعل دانشتون كاريان كاري فعل رفع دان ونصب دان اسماء الافعالش هروان بلا لهني حاضر هر وكو انو اوانوان كعامل هن اما متاثر لعامل نين ام فعل تبين شباتي سمالي شباتي سمالي اويا كحرف جورك بكار دقيرت كاثر جزارة بلا قبولي أثر ناكات هيش تأثير إيش كيتا دا ناكريت زور بجي وكل أسماء الفعل لك دلاء أسماء الفعل عاملن غير معمولا عمل لكن أما نابنا معمول بنا بقولي أرجح جا كا دلاء بقولي أرجح شون كان لواقع دا قولي كمان هي مثلا سيبويه رحمه الله دفرمي مبتدان لمحلها مرفون ما بعد كان فاعله صادم الصدي خبرك وكو مبتدا وصفي. مازن رحمه الله ده فرمي مفعول مطلق بفعلك محذوف لمعناه خوي مثلا كوقت قلت له هيهات زيدون وكو اقول بيت الباع ده بعدا زيدون اوا وكو قلت به او كاتا ارزي زناب الدكم لواقع ده مثلا هل وقت يوم بلين هيهات زيدون علماء الإعراب كيدا سرعيان هي رأي والك مصبي أخفشها كليرة دا شارح دفن على الأرجحي أو رأي أخفشها كرأي صحيحك كجمهور علماء نحو تصحيحا كليوت أنا أم رأي أخفش زور صحيحة كبي واي هي هاتا اسمي فعلي ماضي ومبين سر فتح ومحل الإعراب بيبونيا رأي دوم رأي سيبويها رحمه الله كبي واي هي هاتا مبتدايا مبنية لسر فتح لمحل مرفوعة ولعين حال دا بز متأثر بعاملك من يتون كم مبتدا بشي مرفوع دا بيه بابتدا شون بز كابي عاملك يا بلا عاملك عاملي لفزيني وبالكو تيا بالكو معنوية زور بجي اتو زي اللي جلبتها فعال سادي مصدي خبرك دا رئيس يوميك كأرزم كدن رأي معزنية على مفعول مطلق دا بن بفعلك محسوب لمعناه خوي زيدك فعيلة كده بمثال هذا وكو يقول بيت البعد بعدا شي زيد بس لرأي سيبويه دا متأثر لعامل أما عامل معنوي بل أن لرأي مازني دا متأثر لعامل بل أن كعامل كعامل تيا محذوفة لفزيشة أما خلاصة هيك زور باش با أو شوارش بخوينينو يتر بيستين لواقع دا لسر شعري بعدي بيستين بل او سير شباهت وضعي استعمالي وضعي معنوي استعمالي وكافتقار له الى جملة او مطلبي بعدي شباهتي افتقاري عرزي برادري خمكم وكافتقار له الى جملة ان اصله وهر وكو شبهتي افتقاري وكو تي شبهتي افتقاري وكو نيازمندبوني نيازمندبون محتاجبون له بو اسم
بلو جملة كنيازي بلو جملة بي بلان بوشتة إن أصل أجر أو نيازة نيازي كتب أصل بي كما في المصولات وكل المصولات دي هوي أو من بوبلي كاسم حركاتيك دان درا أساسا كي لدانانا كدا افتقار بو تشاولي أو مبني دبيوكو موصولات اسم موصولات ذاتا دان دراون سر افتقار تشاولي زور باشا ذاتا وان لواقع دا موصولات بو چونك هميشه نيازي بچي هي بصي لك هي جادل كما في الموصولات هل وكو أمر إلي شو دايلة موصولات دايا أسماء موصولات مثلا الذي التي أوانيك نيازيان هي بتي بابجان نيازيان هي بمبا بصيلة جاسة جملة خبرية بي يا هاشتاج بلا واقع ده زور زور بتي دي أم شبهات شبهاتي تشبهاتي افتقارية زور تاك يعني أمانة أم موصولاته وكو حرف وان التي لا لكار برده لا افتقار ده عفو لا افتقار ده چونك حرف كان بكو بمجموعي فقل لقل جملة بكار ده جيرين لقل غير جملة بكار نا جيرين بس اسمائي موصولات وكو حرف كان نياز من دن بجملة امانش لواقع ده همان حالات يعني هي نياز من دن بچي باصيلة كان بلان بخلاف افتقار إلى مفردين أما أو افتقاري كوا أو نيازة كوا اسمي بيدا بيتا مبني شبهة افتقاري دبي نوع نيازة كا اسم نيازي ببي برو جملة نك برو مفرد ببيتواني افتقاري اسم هي افتقاري هي بو اسم لسيتوا ببيتواني افتقاري اسم برو تي برو مفرد كما في سبحانه زرتك إسي لا سبحانه دا أقدي قتل كربية سبحان أجزي جناب الدكم منصوبة لسر مصدرية لا واقعدة شوك أصلا كي صبحت سبحاننا لا واقعدة دي لا واقعدة حصفي في لك كلا وبلان تي سبحانه همشه نيازي هي بوا بلان نيازك بتي هي بمفردي هي لا واقعدة جاوة مطلبك توزي وردبيتو أليل دا يا افتقار غير متصل يا افتقارك ببي بو اسم والله افتقارك اصلي نبت وهو العارض كايش افتقارك افتقارك سبع عارضي به كافتقار الفاعل للفعل وكنيازي فاعل بو فعل زرتك است دقه فرمو ما تشون نيازي فاعل برو فعل اس فاعل ببي فعل ده ناقق النابه دي چون توجيه انبابته دا او نيازي كفاعل هيتي بو فعل فعل بنابته چي بنابته مبني بو چونك او نيازي نيازي كي اصلي نيو بولكو نيازي كي چي عارضي چون مثلا بدلين قام زيدون اسا زيلا قام زيدون دا بفرض مثال نيازي برو فعل هي بو چونك فاعلة لبر او كفاعل نيازي بفعل هي نقل بر ذاتي خدي زيتك و ذاتي كلمك بو چونك اگر هر ام زيده ببيت مبتدا مثلا چاوله ايت نيازي بفعل نابه مثلا والله زيدون قام يا هر بجوره نكيره شروعه وكو الي لا ديله والنكيره لجمله الصفه است نكيره نيازمند بو صفته كبيت بصوره جمله نيازي بصفته كبصوره جمله دي است لركنه ده نكيره شروعه اگر نیاز کنکیل هیتی برو جمله صفت اصلی بگایا دی به هر حال لی جانه دبا وکو جی وکو موصول ایسی موصول چون که نیاز که بصیله قط لسیله چیه جانه بیتا و دیم جاری و نکیل من هی و اصلا لواقع هشتی کشی نیه لواقع ده زورت ساکی اما طلبش تاوکن تتیم متمنون و اشتبه الاهمالی لانواعی او شباهتانا که مصنف ذکری کردن بلان ليرة دا تشواركي تاو كنو يترغيري اوشتي كمان نماوا افرمي شباهتي تيا شباهتي اهمالي اهمالي تيا طلا ذكره في الكافية مصنف لكافية باسي كدوا ومثل له في شرحها بفاتح السوري ومصنف مثالي هنا وتوله بو شبه اهمالي في شرحها لشرح كافية دا بو حرفانك لأول صورة كاملا فإنها مبنية
أو حرف أنا مبني به لشبهها بالحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة. شنكوكو أو حرف أنا وان كعملنا كان لويا كان عامل دبن نمعمول دبن. برحال استي أقشتك ما بواني أولا درسي بعديدا أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.